قامت اليوم بالقيروان الاستشارة الإقليمية للوسط حول المجلة الجديدة للاستثمار تحت إشراف السيد لامين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي، وحضور نور الدين الكعبي كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي، وكريم الجموسي رئيس ديوان وزير التنمية ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وولاة القيروان وسوسة والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين والمنستير، بمشاركة كل المشتغلين في المؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية وأصحاب المؤسسات. نحن حارسين مش ناخذوا بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات حول محتوى هذه المجلة، لأن المشروع اللي عرضناه توا هو مشروع أولي، صيغة أولية لهذه المجلة، وإن شاء الله ما نكونوا عندنا مشروع كامل إلا بعد استكمال الاستشارات على المستوى الجهوي والوطني. وينبني مشروع المجلة الجديدة على عدد من المحاور، من بينها النفاذ إلى السوق وتوفير الضمانات الضرورية للمستثمرين وتحديد الامتيازات الجبائية والمالية ووضع الإجراءات الكفيلة بالتبسيط الإداري. مجلة الاستثمار وليس بمجلة تشجيع الاستثمار، هذه فكرة مهمة جدا. مجلة الشفافية، مجلة الحوكمة الرشيدة، مجلة النجاعة الإدارية والمؤسساتية، إن شاء الله تكون هذه تلبي المتطلبات متاع الاستثمار وتكون تجاوب على تطلعات جميع المستثمرين في بلادنا، بدءا بالمستثمرين ولاد بلادنا اللي احنا نعولوا عليهم باش يساهموا أكثر في دفع الاقتصاد في مزيد الاستثمار. وقد تم الحرص في هذا المشروع على أن تكون المجلة الجديدة مبسطة وفعالة تستجيب للمعايير الدولية وقادرة على حفز أصحاب المال والأعمال على الاستثمار وبعث المشاريع في إطار الشفافية والحرية. ما ننتظره منها أولا أن تساهم في خلق التوازن بين الجهات، ثانيا أن تساهم في دفع الاستثمار الخاص بخلق المشاريع بخلق المؤسسات وبخلق التشغيل ثم بعد ذلك خلق التنمية.